دول ولادنا، ابنك واخويا واخوك وابن عمك وجارك وجاري، جوز اختك واختي، درعك ودرعي، شرفك وشرفي، ضابط في بعض الاحيان ومجند برضه في بعض الاحيان، شهيد في كثير من الاحيان، بطل طول الوقت. هي دي التركاية الصغيرة، انه بطل طول الوقت، اسد في البحر، اسد في البر، ووحش في البحر، ونسر في الجو، اسود في كل حته، مش مهم الغلطه اللي انا غلطتها حتى. في الاجازه بتاعته، اجازه اي ضابط او مجند، كلهم اصحابنا في النهايه، كل واحد فيهم بتربطنا بيه علاقه حتى لو من خفيف. في الاجازه بتاعته قاعد معاك على القهوه وبيلعب معاك كوره، وتاني يوم هناك في سينا بيصد عنك شر الارهاب. بكلمك عن اصحابي اللي اكيد اصحابك زيهم. في اجازته قاعد معاك، لكن يرجع تاني يوم على سينا يصد عن البلد دي شر الارهاب وشر الدمار. ولما بيرجع لك، لما بيرجع لك بعد يومين من سينا او من على الجبهه، بيرجع وهو بيحلف ان في رقبته طار مش هيسيبه. بيرجع لك اما صاحي واقف على رجليه مستني ياخد مطار زمايله، او بيرجع لك على كتف زميله، وزميله اللي انت ما تعرفوش بيرجع لك يحلف لك انه مش هيسيب طار زميله. هو في النهايه جندي مقاتل في صفوف الجيش المصري، حياته فيها طريقين، دي عقيده، طريق للنصر وطريق للشهاده، ما عندوش طريق تالت ابدا. واللي ما عندوش غير النصر او الشهاده مستحيل، انا بقول لك مستحيل تكون عينه مكسوره او يكون مهزوم او يكون مجبر او يكون بتاع كحك او يكون بتاع مكرونه مهما عملوا من فيديوهات وصرفوا عليها، زي كلاب الاخوان ومعاتيه الجزيره ومهابيل السوشيال ميديا، ما بقالهم فتره بينشروا اكاذيب ويعملوا حملات وهاشتاجات او يفبركوا افلام وفيديوهات بمئات الالوف من الدولارات علشان يقولوا على الجيش بتاعنا كده، علشان يقولوا على البطل اللي هو صاحبك واخوك وابن عمك وابن خالك انه كده. بس هو مش كده، هما بيصرفوا ملايين علشان يهزوا ثقه الشعب المصري في الجيش المصري، وبيساعدوا من الاسف، بقول للاسف، مجانين بيحملوا الجنسيه المصريه على مواقع السوشيال ميديا. للاسف بقول مصريين بيبلعوا اي طعم، اي معلومه غلط، اي محاوله تشكيك، ويساهموا في النيل من القوات المسلحه المصريه. عموما ربنا كبير، ورحم الله شهداء الوطن. ربنا كبير، واخواتنا وولادنا في القوات المسلحه المصريه كبار برضو، كبار اكبر من ملايين قطر، واكبر من احقاد تميم وجزيرته وقطره، اكبر من تميم ذات نفسه اللي اخره يوم ما حبوا يتضامنوا معاه في الاماره بتاعته غيروا اسم الشبكه بتاعه الموبايل على اسمه، وكانهم عارفين انه تميم لا ينفع ابدا يكون امير ولا حاكم دوله، اخره كده زعيم شبكه مافيا او ارهاب. هم اكبر رجالة الجيش المصري، أكبر من تميم وكل اللي وراه واللي معاه بيمولوا الإرهاب وبيخططوا لإسقاط البلد دي وبيرفضوا كمان. شوف بقى البجاحة، شوف البجاحة، وشوف ربك لما يحب يفضح المجرم. تيجي قطر ترفض الوساطة الكويتية ويصعدوا ضد مطالب الدول الأربعة اللي بتطالب بمحاكمة الدول الراعية للإرهاب، وتروح قطر تترمي في حضن ايران وتركيا. هتقول لي ومين قال لك ان قطر بترعى الارهاب؟ هقول لك ارجع لتصريحات وزير الخارجيه القطر اللي بيقول احنا بنرعى وبندعم. هقول لك ارجع لكلام حامد بن جاسم لما كان عامل حوار مع فاينانشال تايمز من 3 سنين وقال ان قطر بتدي فلوس للميليشيات اللي موجوده في سوريا وفي ليبيا. ربك كبير، ربك بيرد كدهم وبيدبرها ويوقفهم قدام العالم عريانين بعد ما رجالة القوات المسلحة النهاردة صدوا هجوم إرهابي في منطقة البرث الجنوب رفح. الهجوم ده كان هدفه الرئيسي الانتقام من الموقف المصري الأخير ضد قطر، وكلنا عارفين وكلنا كنا حافظين. هتقول لي بس راح من عندنا شهداء، هقول لك مال ايه المشكلة، بنودعهم للسماء واحنا بنزغرط. هتقول لي بس راح خسائر وشهداء، هقول لك دي حرب. اوعى تكون واحد من اللي قاعدين على السوشيال ميديا وقاعد مركز قوي في فكره احنا راح من عندنا شهداء. في كل حرب في خسائر، في كل حرب في شهداء بيروحوا وارواح بتروح، بس الفرق ان رجالتنا بيروح لربهم بشرف،
بيروحوا مسفوفين زي عرسان الجنة، بيروحوا واحنا بنزغرد وبنقول ان كل شهيد منهم سايب مليون رسالة بتقول لي تميم والقطره وجزيرته واخوانه ودعشه واردوغانه كلهم بتقول لهم انتباه يا ابني، انت هو انتباه انتباه يا ارهاب، انت هو المقاتل اللي بيضحي بدمه وبيستشهد في سبيل الله علشان خاطر البلد دي مستحيل ابدا نفسه تبقى مكسوره، مستحيل يخاف. البطوله اللي بتحصل على ارض سينا ما عملهاش ولا بيعملها ولا هيعملها مجند نفسه مكسوره زي ما الفيديوهات المتفبركه بتاعتكم بتحاول تقول. يبقى اولادنا دمهم سايح في سينا وانت بتصرف عشان تقول ايه جيش الكحك وجيش المكرونه، لا احنا عارفين جيشنا مين.